اهلا بحضراتكم من جديد. الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور بينورنا وشرفنا في الاستوديو. سعيد اخبارك ايه؟ اهلا يا امير. نورنا. امورك يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبي. نبتدي بالمنتخب الاولمبي ومباراه الامس في مستهل مشوار الافريقي المؤهل لطوكيو 2020 باذن الله، وتقييمك لاداء المنتخب. قبل ما نتكلم على تقييمك لاداء المنتخب، عايز اخد تفاعلات جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه. نبتدي فيسبوك وناخد محمود احمد، قال ان كابتن شوقي غريب بيقلد كوبر والاداء ضعيف جدا. حمدي احمد قال سيء. حسين وصفي قال اداء متوسط، في احسن من كده بكتير باذن الله هيحصل ان شاء الله. مختار التتش هو مسمي نفسه كده قال يعني. ايضا ابو العزم قال ضعيف. عمر علي مش عاجبه الاداء، هو ومحمد عمر وعبد الرحمن الازهري. حسن العبد قال ضعيف ومفيش خطه او تكتيك. على تويتر حكيم قال متوسط، عايزين نتفرج على كره حلوه يا كابتن باذن الله. هنتفرج على كره حلوه ان شاء الله، ثقه في الجهاز الفني باذن الله. ابراهيم النبوي قال جيد جدا بالنسبه لفريق زي مالي خصوصا مع الفئه العمريه، برضو ده شيء او راي مختلف. شيماء قالت اداء مش هايل بس في روح حلوه قوي بين اللاعبين، ودي اهم حاجه طبعا، دي ده شيء مهم قوي. عمار قال اداء رجولي، عاوزين اداء اعلى في المباريات القادمه باذن الله. ابراهيم قال جيد بس نحاول نطور من ادائنا شويه علشان مش هينفع كده. رايك يا سعيد؟ طيب انا يعني قبل ما اقيم واد تقييم مباشر عايزين نعرف هو كابتن شوقي غريب عمل ايه عشان نبدا نقيمه على هذا الاساس. كابتن شوقي غريب هو راجل اختار استراتيجيه دفاعيه، يعني قال انا هصل لطوكيو من خلال اسلوب واستراتيجيه دفاعيه. طيب هل انت تقدر تلومه او تجبره انه يعتمد استراتيجيه ما ويتخلى عن استراتيجيه هو مقتنع بيها؟ لا طبعا. لا طبعا. هل الاستراتيجيه الدفاعيه هي استراتيجيه ضعفاء وناس ما تعرفش تصنع بطوله وتعمل انجازات؟ لا طبعا. لا. يعني ايطاليا عملت انجازات كتير جدا بنفس الاسلوب. الموسم الماضي توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا طوال المواجهات الاقصائيه القويه جدا 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 بيعتمد على الدفاع والارتداد السريع والهجوم المرتد، وقدر توتنهام يتواجد في نهائي دوري ابطال اوروبا بنفس الاسلوب اللي اقصى بيه مانشستر سيتي واياكس، افضل فريقين بيلعبوا كره هجوميه مع ليفربول في اوروبا. فاذا ما عندناش ازمه او ما نقدرش او لا نملك القدره ان احنا نجبر كابتن شوقي غريب على اختيار الاسلوب اللي هيلعب بيه، لكن نقدر نحاسبه او نقدر نتكلم معاه او نقدر نساله، فهل انت قدرت تطبق الاستراتيجيه دي؟ هل انت حققت اللي المفترض يكون متاح او موجود في الاستراتيجيه دي؟ يعني ايه؟ يعني انت لما تلعب بشكل دفاعي انت مطالب بامرين. كويس. الاول انك تمنع الخصوم انهم يصلوا لمرماك، انت هتدافع يبقى هتضيع مساحات، يبقى محدش هيشوف جونك، محدش هيوصل عندك، محدش هيسجل. طيب هل احنا قدرنا نعمل ده؟ لا. قدرنا نعمل ده بالجون بس. لا انا بكلمك على احنا دفاعيا، لكن كاستراتيجيه انا بكلمك دفاعيا. احنا قدرنا يا امير ندافع بشكل جيد. انت هتقول لي بس مالي قدرت تصنع الفرص. هو طبعا مهمتك ان انت تمنع الخصم تماما من انه يوصل لمرماك ويصنع فرص، لكن هو صنع فرصتين. لكن الفرصتين اللي سنحوا الماني لمنتخب مالي مش ناتجه عن اخطاء في التكتيك، اخطاء في الاسلوب والتوظيف والتمركز المسؤول عنه المدير الفني، هي كانت ناتجه عن حاله قله تركيز من بعض اللاعبين او خطا فردي مش خطا في التكتيك. يعني الكره العرضيه اللي اتعملت ورا كريم عراقي كان هو سرحان شويه فوصل متاخر، فكانت هي اخطر كره اللي جت في العارضه. كويس. تمام. فاذا التكتيك دفاعيا حقق اللي انا شفته، حقق المستهدف، بمعنى ان كابتن شوقي غريب من على مدار 90 دقيقه هو مفتقد الكره بمزاجه لان هو قرر مش عايز الكره، يعني هو افتقد الاستحواذ، لكن ضيق المساحات جدا حرم الخصم انه يقدر يخلق الفرص. فهو هو نجح كتير جدا في ان هو حقق الجزء الاول. طيب الجزء الثاني والمهم بقى انا ممكن اسالك في السؤال قبل ما تتكلم في الجزء الثاني، هل الكواليتي بتاع اللاعبين الموجود ده القدرات دي محتاج ان احنا نلعب بالاسلوب اللي انت بتتكلم عليه بتاع الكابتن شوقي غريب بالاسلوب الدفاعي؟ ده سؤال مهم جدا، وانا وهو الجزء الثاني كان هيجاوب على ده. الجزء الثاني انت لازم تعمل ارتداد سريع. ارتداد سريع بالكوره عشان تقدر تصنع انت الفرص بقى وتقدر تهاجم، وده ما حصلش. يعني انت عملت الشق الاول الدفاع كويس لكن انت ما صنعتش فرص خالص، ما كنتش متواجد خالص، لان زي ما انت ما بتقول نوعيه وادوات لاعبي المنتخب الاولمبي مش هم بتوع الديفنس والهجوم مرتد. احنا عندنا قدرات هجوميه فظيعه احنا الحقيقه، يعني مثلا لما تيجي تسالني رمضان صبحي امبارح سيء ولا مش سيء، جيد ولا لا، انا ما اقدرش اقول لك حاجه لان رمضان صبحي ما تقدرش تقيمه
مع فرقه ما بتستحوذ. يعني صح. رمضان صبحي تقيمه مع فرقه تمتلك الاستحواذ، تيجي تساله انت يا رمضان قدرت تبتكر وتصنع الفرص وتوصلني للجون ولا لا؟ انت قدرت تكون فعال ولا لا؟ ما ينفعش اقول ليونيل ميسي قدام ليفربول وانت بتخسر 4-0 انت ما كنت فين؟ لان برشلونه ما استحوذش بالاساس ومفتقد الكره طوال الوقت. صح. فانا ما اقدرش الوم نوعيه اللاعبين اللي شبه صلاح محسن ورمضان صبحي في ان انت ما بتمتلكش الكوره. فاذا انا متفق معاك جدا في ان كابتن شوقي غريب هو مخطئ بالاساس في اختيار الاستراتيجيه اللي تناسب الادوات دي. يعني انا لو خيرتني برمضان صبحي وناصر ماهر وصلاح محسن والعناصر ديت مش هلعب بالاسلوب ده. مش هلعب بالشكل، مش ما ينفعش طوال 90 دقيقه رمضان صبحي واقف هو صلاح محسن نازلين عشان يدافعوا خايفين. يعني انا شايف بالظبط رمضان صبحي طول الوقت هو صلاح محسن وعمار لما نزل مكان ناصر مش بتقدمهم، ما بيضغطوش حتى من قدام لان هم خايفين وكاشين قوي. دي تعليمات جهاز فني، رغم ان هي لعيبه جامده جدا. يعني احنا لازم نمتلك المبادره، يعني نوعيه اللاعبين دي لازم نستغل الامكانيات دي. يعني الناس كلها ضخمت في مالي جدا وقالت ان مالي منتخب حصل على بطوله عالم 15 سنه وهو اقوى مننا او اقوى فريق في المجموعه، لكن في الحقيقه اللي انا شفته ان مالي قليله جدا. هي عاليه بدنيا، قادره تمتلك منك الكوره بفعل السرعه والقوه وكل شيء، لكن لما امتلكت مفيش اي ابتكار، مفيش اي قدره على انها تطور الشكل الهجومي بتاعها. لما احنا وقفنا صح مفيش المهاره. لو احنا عندنا المبادره ناخد الكوره منهم اعتقد ان رمضان صبحي واعتقد ان صلاح محسن ونصر ماهر ونوعيه اللاعبين اللي كانت في الملعب كانت قادره على ان احنا نصل بسهوله جدا للمرمى اكتر من مره، وان احنا نسجل وان احنا نحقق الفوز باريحيه اكتر من كده بكتير جدا. هل ممكن طريقة اللعب تتغير الماتش الجاي، أو هو كابتن شوقي غريب لعب مباراة مالي عشان قدرات منتخب مالي، لعب على قدراته هو ازاي يأمن ازاي يدافع؟ ممكن استراتيجية تتغير لما نقابل غانا أو الكاميرون مثلا؟ هو كابتن شوقي غريب كان خايف جدا. هو رفع شعار الحرص والأمان ويعني خلي ربنا يستر علينا وتعدي. لكن فكرة تغيير الطريقة سهل جدا، لأن أنت مش هتغير الطريقة، أنت هترجع للمعتاد. أنت هترجع للي رمضان صبحي معتاد عليه، واللي صلاح محسن معتاد عليه، واللي ناصر ماهر معتاد عليه. اللي هو الطريقة العادية اللي احنا بنلعب فيها في الدوري المصري، كل الأندية المصرية بتلعب بيها، الطريقة اللي تناسب إمكانيات لعبتنا، اللي هي تخليك تمتلك الكرة وتستحوذ. أنت مش هتفضل طول الوقت سايب الكرة للخصم. يمكن أنت كنت في البداية متخوف من مالي، أوكي مفيش مشاكل، خدت 3 نقط، لكن مش هتفضل طول الوقت كده، لان انت وارد جدا تصعد للدور الثاني، ولا قدر الله ما تكونش من الثلاثه الاوائل اللي هيصعدوا لطوكيو بسبب نفس اسلوبك ده. لان وارد جدا زي ما قلت لك، حتى وانت متمركز جيد جدا وبتدافع بشكل كويس جدا، الخطا فردي هيكلفك جون، فشكرا، فانت مش قادر تصنع. فانا انت قدام خيارين دلوقتي، اما ان انت تغير الطريقه، هتسحب مدافع من الثلاثه وواحد يبقى في نص الملعب بس، خلاص شكرا. يعني انت مش عايز اكتر من كده. انت بتلعب 3 مدافعين، هيبقى في واحد منهم بره الملعب وواحد مع 10 مدافعين، 4-2-3-1 الطبيعيه. فهنا هتبدا الاثنين اللي في نص الملعب اللي هياخدوا عرض الملعب، اللي هيبقى جنب اكرم توفيق، اللي مش هيسيب اكرم توفيق لوحده، هيقدروا يملوا عرض الملعب. فانا اقدر ادي اريحيه شويه لرمضان ان هو يشتغل لقدام شويه. صح. فنشتغل بالطريقه ديت. ده اذا لو انت هتغير الطريقه. لو مش هتغير الطريقه يبقى هغير الاسلوب نفسه. يعني ممكن احتفظ بنفس الطريقه، بس بلاش اكش قوي لورا. يعني بلاش رمضان وصلاح محسن يبقوا تحت قوي كده، لا اطلعوا قبله من قدام شويه. المساحه بين خط الدفاع المنتخب الاولمبي وهجومه ما كانتش واسعه، يعني كانت ضيقه، بس كانت في الثلث الاخير بتاعنا. يعني احنا طول الوقت ورا في ملعبنا، احنا ممكن نعمل نفس، ممكن نبقى قريبين من بعض قوي بنفس الشكل ده بس قدام شويه. يعني نطلع طول الوقت احنا مش قادرين نحضر الكره ليها يا امير في الماتش امبارح، لان احنا نازلين تحت قوي ومش قادر تخلق. انت لازم تفتح عرض الملعب، ولازم تفتح عرضه طول الملعب. هي انت ازاي تحصل على مساحه؟ ان لما تكون الكره معاك تخلي الملعب يعني ايه قد مساحته مرتين ثلاثه. يعني تصل لاكبر مساحه ممكنه عشان تفتح المساحات ما بين الخطوط. ده اللي انت تقدر من خلاله تخلق مساحه. لكن انت طول الوقت واقف تحت قوي، الثلاث مدافعين كمان مش بيشاركوا في عمليه التحضير. واضح ان كابتن شوقي ما عندوش نيه ان هو يحضر بالاساس، يعني ما عندوش نيه ان هو يحضر كوره من تحت، مش عامل حسابات. فلازم الاثنين المساكين اول ما بتجي الكوره بيطلعوا على نص الملعب. يعني مش على الحدود ال 18، لا بيبقى قريبين من القوس شويه عشان ادي فرصه لرمضان. هو رمضان اصبح فعال جدا مع فايلر. ليه؟ لانه خلاص تحرر من فكره ان انا هاخد الكوره من تحت وهشتغل شغل عنتر لوحدي. لا يا جماعه، انا راجل عندي قدرات عاليه جدا وفعال جدا، لو انتوا ريحتوني وقدرتوا توصلوني قدام. صح. فهو مطلوب دلوقتي ان انت تطلع لقدام شويه عشان خاطر تقدر تنفذ افكارك ديت وتستغل امكانيات لعيبتك الحقيقيه. كمان صلاح محسن ما ينفعش خالص جناح. ما ده اللي كنت عايز اسالك فيه برضه. يعني صلاح محسن ما بيلعبش جناح اصلا. السنه اللي فاتت جربه شويه مستر لاسارتي في الجناح ده وما نجحش، يعني وبعد كده رجعه مهاجم تاني لما كان بيلعب.
بص احنا عندنا مفهوم خاطئ. ازاي نستعين بصلاح محسن كجناح في بطوله مهمه زي دي وهو عنده قدرات هجوميه مميزه في الحقيقه، رغم ان طبعا تواجد مصطفى محمد لعيب كبير قوي يعني في الحقيقه. صحيح. بص احنا يا امير انا شفت في يعني في السنين الاخيره حتى عندنا كمعتقدات كجمهور وكمحللين بشوف في استوديوهات كتير مفهوم خاطئ ان المهاجم العصري اللي بيقدر يلعب على الاطراف واللي بيقدر ينزل لتحت وبيقوم بادوار غير ادوار المهاجم التقليدي بيصنف كجناح. يعني انا شفت في فترات كتيره جدا حتى هنا في قناه الاهلي بالمناسبه في حيره حوالين ان ازارو اللي بيطلع على الطرف كتير، يا جماعه ده ينفع يلعب جناح يا جماعه ده، يعني شفت اراء كده وناس تقيله جدا وناس كبيره، يا جماعه ازارو ما ينفعش راس حربه. لا ده خطا طبعا، خطا اللي هو بيعرف يطلع على 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 الاطراف علشان يقوم بادوار اضافيه ويخلق لك مساحه ورا قلب الدفاع، ده ميزه عنده. لكن لما تقول له هتلعب جناح بالاساس فانت هنا بتقول له ايه بقى؟ بتقول له انت هتشارك في البناء من تحت. صح. وانت هتدافع معايا. اه وانت هتقوم بحاجات كتيره انت كراس حرب اساسا ما تربطش عليها ولا وانت صغير ولا يعني. صلاح محسن تلاقي صلاح محسن راجل بتاع فينش، انا عايز اخد الكوره اروح بشكل مباشر على الجون، عايز ادخل على القلب على طول، فانت هتقول لي طول بالك يا صلاح وتعالى العب معانا من تحت واعمل مع كريم عراقي شغل تحت وحضر. مش صلاح محسن كان ممكن تحط عبد الرحمن مجدي على طول، كان جامد قوي برضه. اه كان ممكن بيلعب رجله الشمال فهتبقى عدلته، هيعرف ممكن يدافع شويه على الاقل، متعود في المركز ده هيلعب فيه. صحيح كان عنده خيارات كتير. انا شايف ان احنا خسرانين صلاح محسن، خسرانين صلاح محسن جدا. صلاح محسن لما تقربه من القلب شويه خطير، هيبقى خطير جدا وهيقوم لك بالادوار الاضافيه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني صلاح ميزته يمكن مصطفى محمد ميزته ان هو جوه الصندوق عالي جدا. لا عالي بصراحه ما شاء الله عليه. ما شاء الله ذكي في اختيار توقيت انه يروح الكره فين ويتمركز ازاي وازاي يفنش، ذكي جدا. لكن صلاح محسن بره الصندوق هيبقى مفيد اكتر جدا. يعني عنده ميزات اضافيه يقدر يعمل الشغل ده. فانا اتمنى من كابتن شوقي ان هو ان ما يكونش مصمم وما يعاندش. يعني هو مش عايز انا سياسه ايه ان احنا خدنا ثلاث نقط وانا بكسب بالطريقه اللي تريحني، لان كان وارد جدا الكره اللي جت في العارضه ما كانش تريحك يا كابتن شوقي، وكان وارد جدا ان احنا ما نكونش كسبانين. فاعتقد ان احنا نستحق افضل من ده، والادوات اللي معانا تقدر تخلي شكل منتخب مصر افضل من ده، خاصه ان احنا هنلاقي اختلاف كبير ما بين غانا والكاميرون طبعا ومالي في الماتشات الجايه، والموضوع هيبقى اصعب. متوقع يبقى في تعديل في التشكيل او في طريقه اللعب الماتش الجاي، ولا الكابتن شوقي غريب هيصمم على اسلوب؟ اعتقد ان كابتن شوقي غريب مصمم على اسلوب، مصمم واعتقد ان الاصابات اللي حصلت في الفتره الاخيره كمان هتخليه مصر اكتر ان هو ما يغيرش، ان هو يدافع. ان هو يدافع، لان هو هيقول لك ما عنديش حلول كتير وما عنديش قدره ان انا اغير في الوقت الضيق ده. لكن هو هيتعب، لان زي ما قلت لك مالي فرقه استحوذت بس مش قادره تطور، ما عندهاش لعيبه حريفه. لكن غانا عندها لعيبه حريفه وعندها لعيبه كوره، والكاميرون كذلك. مالي فريق مستعجل جدا، لان يعني هو فريق بدني وسرعه، فتلاقيهم متحمسين قوي. وبالمناسبه هم جرونا المنطقه بتاعتهم، يعني جرونا لفكره ان احنا العب الطويل على طول وفي استعجال. لكن غانا فريق هادي جدا، فريق ممكن يخليك تصل لمرحله الملل من كتر ما هو عايز يقف على الكوره وهو بيلعب بالطريقه دي وبيعمل كثافه تحت جدا، فهيتعبك انت لو انت ما لعبتش معاه كوره. يعني احنا مطالبين ان احنا قدام غانا وقدام الكاميرون ان احنا نغير اسلوبنا، لازم نلعب كوره نلعب بقدراتنا. احنا عندنا قدرات مميزه بس مش عارفين نستغلها، بس هي دي النقطه، ده وجه الخلاف اللي ممكن بعض الجمهور المصري شايف ان احنا عندنا امكانيات مميزه جدا بس مش بنلعب بيها ليه، هو ده السؤال بس اللي عند الناس. يعني انا بصراحه يعني بامانه بكل صدق انا شايف ان عناصر منتخب مصر افضل عناصر في البطوله طبعا، ولحسن حظ كابتن شوقي غريب ان انت معاك منتخب اولمبي كله بيلعب فريق اول. صح. ومش بيلعب فريق اول وبس، لا دي عناصر مرعبه. يعني يعني رمضان صبحي نمبر 1 في النادي الاهلي طبعا، وفريق اول منتخب مصر الفتره الجايه. وكذلك قص كل العناصر اللي معاك سواء في خط الدفاع او خط الهجوم، فانت معاك لعيبه جاهزه جدا. انا لما اجي ابص على المنتخبات الثانيه هي عناصر واعده بس ما حدش فيهم بيلعب في نادي مؤثر او فريق اول. هتلاقيهم كلهم في يعني في دوريات رديف، في اوروبا بس في دوريات رديف، ما عندهمش كم يعني انا بشوف ارقام لعيبه منتخب الاولمبي 76 مباراه في الدوري و75 مباراه في الدوري و70 مباراه في الدوري لرمضان والطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومصطفى محمد بقوا خبرات، ومحمد صادق يعني في وقت ضيق جدا كتير. هم مش بس هم صغيرين في السن، لكن بقى لهم اربع وخمس سنين، في ناس منهم بقى لهم اربع وخمس سنين بيلعبوا فريق اول وبيلعبوا بطولات قويه جدا. فاحنا عندنا فريق جاهز جدا، احنا اجهز من اي حد تاني، ومهاراتنا في فرق ما بين مهارات لاعبينا ولاعبين المنتخبات التانيه. فكنت اتمنى ان فتره التحضير او افكار كابتن شوقي تكون مختلفه، خاصه ان هو معاه جيل مدربين من شباب. يعني مع كابتن وائل رياض انا كنت بشوف دايما كابتن وائل رياض على السوشيال صور مع سيميوني معايشات وحاجات، مش عارف هي المعايشات دي كانت حقيقيه، يعني كان في افكار يقدر يفيد بيها كابتن شوقي ولا حتى لو يقدر يفيد بيها هو القرار في الاخر الكابتن شوقي. وانا شايف ان احنا
مفترض ان احنا نكون افضل من كده يعني. يعني كابتن محمد شوقي كمان. كابتن محمد شوقي انا عشان كده بتكلم جهاز شاب. انا متاكد ان هو طبعا كابتن معتمد جمال عنده درايه. انا بعول اكتر على الشباب، لان انا اسف يعني يا امير، انا الجيل القديم كله انا بشوف ان هو يعني جيل مجاملات. هو مجاملات جيل انت بتكرر نفس الكلمه بقى اللي قالها الكابتن عادل عبد الرحمن في المداخله في الحقيقه، فلا احنا عايزين نوضحها للناس. قصدك ايه؟ اول حاجه يا امير، انت شغال في الوسط الاعلامي والوسط الصحفي. انا عايزك تسال، يعني هتلاقي 99% من الوسط الصحفي، مش هسيب ال 1% ده اللي هو شغال مع هيقول لك ان كابتن شوقي غريب جه مجامله. ازاي جه مجامله من المهندس هاني بوريدا؟ يعني رغم ان انا بصراحه مش حابب ان احنا نتكلم او ننتقد او نتكلم في امور زي دي في التوقيت الحالي عشان هدف المنتخب، لكن في كل الاحوال انا شايف البعض بيتكلم في الموضوع ده، فاحنا نوضح بس في هنت صغير للناس، يعني فاهم قصدك؟ طيب بص يا امير، انا هحكي لك واقعه حصلت معايا انا شخصيا. اتفضل. تاكد لك قد ايه مجلس اتحاد الكوره كان شغال بالمجاملات. انا كنت اجريت سلسله حوارات في جريده الدستور بعنوان طريقه الكره المصريه الى العالميه، ازاي نرتقي بالكوره في مصر وايه مشاكلنا. فكانت قائمه على شقين، شق اكاديمي، ناس اكاديميين يطرحوا لنا العلم قال ايه وصل لفين، وناس محترفين عندهم تجارب في دوريات اوروبيه كبيره زي كابتن حازم امام، زي هاني رمزي، عشان اعرف الناس بره عملت ايه. فكابتن هاني رمزي في الحلقه بتاعته بيحكي لي، بيقول لي ان انا جبت التجربه الالمانيه. هاني رمزي حضر معايشات في المانيا وحاجات كده، فجاب التجربه مكتوبه ودخل بيها على كابتن مجدي عبد الغني في اتحاد الكوره ايام كان عضو اتحاد الكوره. ده بيحكي لك انت كده؟ بيحكي لي. وحد تاني من الاعضاء انا مش متذكر اسمه، بس هو موجود معايا في التسجيلات. وكتبت الكلام ده ونشرته. فبيقول له دي تجربه المانيا، المانيا قدرت من خلال انها تحول المدارس التعليميه لمدارس كوره والخطوات ديت، انها قبل سنه 2000 تقول انها هتاخد كاس العالم في سنه كذا وتاخد اوروبا في سنه كذا وهتعمل ده، وعملت ده بالطريقه دي. فكابتن مجدي عبد الغني رد عليه قال له ايه؟ ده هو عضو الاتحاد في عضو الاتحاد. قال له يا كابتن هاني، تجربه المانيه ايه وعلم ايه وكلام فاضي؟ انت عارف احنا الموضوع عندنا بيمشي بالحب والود وصلى على النبي ويقرا فاتحه. يعني ده فعلا كان الموضوع بسيط يعني. انت فعلا حصل كده؟ حصل. كابتن هاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا وانا خارج انا سامعه بيقول ايه؟ شكله عايز له منتخب ولا عايز له حاجه؟ يبقى نشوف له اي حاجه. بعد 6 شهور من الحوار كابتن هاني رمزي كان المدرب العام للمنتخب الوطني. الحوار موجود ومنشور في جريده الدستور، وتقدروا تسرشوا دلوقتي بعنوان هاني رمزي الجبلايه تدير الكره بسياسه اقروا الفاتحه وصلوا على النبي. هجوم شرس جدا وانتقاد لاعضاء اتحاد الكوره وواضح جدا. وبعد 6 شهور كابتن هاني رمزي زي ما هم فعلا فهموه عايز منتخب الحياه، فجه مدرب عام مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهكذا هكذا الاصدقاء بيجيبوا الاصدقاء. وماشي الموضوع كده، مفيش اي معايير، ما عندناش اي خطط. موضوع خطير قوي اللي انت بتقوله ده في الحقيقه، يعني حاجه صعبه جدا، حاجه تحزن يعني على الكوره في مصر. يا امير، لو استمرينا بالاسلوب ده مش هننفع بصراحه. يا امير انا عايز اقول لك حاجه. دلوقتي احنا كان عندنا فضيحه من كام شهر وخرجنا من جنوب افريقيا. منتخب بيقوده محمد صلاح، واحد من افضل 3 لعيبه في العالم. بيطلع من جنوب افريقيا. المسؤول الاول اللي استقال او اقيل، خلينا نبعد عن المصطلحات شويه، المهندس هاني بوريدا. طبعا. اللي بعد ساعه ما قدرش يتحمل وكان بقى خارج المشهد. الباشمهندس هاني بوريدا موجود من كام يوم في معسكر المنتخب الاولمبي وبيتصور وبيبعت لنا بيانات وصور علشان بيركب بقى المشهد، والكابتن هاني بوريدا بيدعم. مفترض انا اسف جدا يعني، المهندس هاني بوريدا ده هل تم محاسبته على الفضيحه اللي حصلت في جنوب افريقيا؟ المهندس اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هيكرمني انا وانت بكره في مناسبه الجائزه، وهو صديق عزيز جدا، لكن انا دايما بواجهه وبقول له الحقيقه، انت قلت ان انا هحاسب، مش هتعدي، وقلت ان هحاسب على كاس العالم لما حصلت وعدت. وعندنا 6 سنين عدت مفيش منتخب شباب مصري صعد لامم افريقيا. صعد، عارف يعني ايه يا امير؟ صعد امم افريقيا يا امير، ما عندناش منتخب بيصعد امم افريقيا للاسف. مين حاسب الناس دي؟ لا، الناس دي ده مش بتستحي كمان، دي بتيجي تطل علينا وبتيجي تتصور وبتيجي تطلع وبتيجي تركب، ومنهم اللي بتجهز نفسه للانتخابات اللي جايه، يعني اعضاء المجلس اللي فات في منهم ناس بتجهزوا نفسهم للانتخابات اللي جايه كمان. لا والله. يعني لسه في ناس بتجهز نفسها انها تدخل تخوض معركه الانتخابات اللي جايه، واللي في ناس بتخطط انها تبقى رئاسه الجبلية الفتره الجايه. عادي جدا. وكان ليه بقى؟ لان المهندس اشرف صبحي وان ممثل الحكومه. طب انا ممكن اقول لك على حاجه، ممكن واحد من المجلس اللي فات كان ظلم في القصه دي. ما هو للاسف الواحد عايز يترشح رئيس ممكن. بس اقول لك حاجه يا امير، المجلس اللي فات كامل اقل واحد فيهم اشتغل 8 سنين، واللي بكلمك عنهم، العناصر اللي بكلمك عنهم بقى لهم 20 و25 سنه. يعني انت عايز تقول ان المهندس هاني بوريدا عايز يترشح للانتخابات الجايه؟ لا، المهندس هاني بوريدا مش عايز يترشح للانتخابات الجايه. حد تاني.
حد تاني بيتكلم في الكواليس مع الناس ان هو عايز يبقى رئيس اتحاد الكوره، وبدا يتكلم مع الجمعيه العموميه عادي جدا، وكان مفيش حاجه، تواصل مع الحاج محمود الشامي وبيجهزه من دلوقتي ان هو يبقى رئيس اتحاد الكوره وعادي جدا. احنا لو عندنا رغبه ان احنا ما فيهاش مشكله، لو حد عايز يترشح في الحقيقه يعني خلينا نتكلم معاك بصراحه، لو حد منهم عايز يترشح المهم ان هو يتعلم من اخطائه. لا لو هو اخطا يتعلم من اخطائه. انا حاسبته عشان اجيبه عشان اديه فرصه يدخل تاني. انا ما حاسبتش. ليه ما حدش حاسبه؟ ليه ما حدش حاسب مثلا؟ عشان ما فيش حد بيحاسب حد. طب ما كان في تصريحات صحفيه بعد البطوله بعد الاخفاق على طول هيبقى في محاسبه وهيبقى في الكلام ده. انا بوجه دلوقتي للدكتور اسف صبحي للمره ال 200,000 من خلال ال 20 منبر ومن خلال ال 20 مكان. يا دكتور اشرف صبحي، الناس اللي ما اتحاسبتش، يا دكتور اشرف صبحي، الناس اللي ما اتحاسبتش بتطل علينا تاني. يا امير الباشمهندس هاني ابو ريده متهم. هو يعني عمرو فاهم سكرتير الاتحاد الافريقي السابق اتهمه اتهام صريح في تسجيل موجود هنا وحوار منشور على موقع الكابتن، حوار منشور، ان الراجل ده قبض ثمن سكوته على حق مصر من لاجاردير. يا جماعه الكلام كله على عهده الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور. الكلام على انا بقول ده حوار منشور. حوار منشور ومسجل. الراجل طلع قال ان الراجل ده قبض ثمن سكوته. الراجل ده قبض ثمن سكوته هو واخرين. والاسماء موجوده بالمناسبه، انا مش عايز اتكلم عن كل الناس، والاسماء موجوده تمام. شركه لاجاردير دلوقتي المتهم الاتحاد الافريقي ان هو في وقع فساد قديمه تم الفسخ التعاقد معاه. ليه؟ لان في مشاكل وحاصله وحاجات طيب حد حق في الراجل ده؟ يعني هو الاتهام ده بلاغ متقدم للجهات. ما هو انت الصحافه هنا مش دورك بس ان انت بتنقل ومحدش يبص عليك. هو فين الجهات اللي بص؟ يعني هل حد فكر يكلم عمرو فهمي يقول له يا عمرو ايه دليلك يا عمرو في ده؟ هل المهندس انا مريده ما وجعوش الاتهام ده وفكر يرد على عمرو؟ يعني انا اعرف ان عمرو فهمي حاول يتواصل مع الدكتور اشرف صبحي كتير جدا علشان يوصل له. وعلى فكره عمرو عنده مستندات كتير جدا وعنده شغل كتير جدا. طيب. ما فكرش مثلا في مره ان هو يرد ويشوف عارف ليه؟ لان هو عارف اللي فيها ومش هيحاسب. بس خلي بالك المهندس انا بريده ما بيحبش يتكلم في الصحافه او في الاعلام غير بس انا يعني. حد بيقول لك انت قبضت كذا، انت حرامي. في كل الاحوال لازم ترد. ما تردش، روح اقدم بلاغ ان الراجل ده بيطعن في سمعتك. طيب يعني دي كلها كلمات وامور على عهده الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور، واللي خلانا نتكلم في الموضوع ده موضوع المجاملات بالنسبه للمنتخب الاولمبي. لان المنتخبات اللي احنا بنعاني فيها يعني كان في مجاملات. طبعا ما هو ده نتاج لل... طيب انا مش عايز اتكلم بشكل سلبي دلوقتي، عايز اتكلم بشكل ايجابي. انا اتكلمت بشكل لا بس خليني اتكلم ازاي يتم معالجه شكل المنتخب، ازاي الاداء يتغير، النصايح اللي ممكن نقولها للكابتن شوقي غريب. احنا كلنا بنحب الكابتن شوقي غريب وبندعمه صحيح، بس طبيعي جدا من كل اداء وحش لازم نقول لا خلي بالك صحيح. انت تقول له خلي بالك ازاي وتنصحه بايه؟ طيب يعني قبل ما اتكلم يا كابتن شوقي غريب خليني اقول ان احنا لازم نصحح الاول اداره عشان نبدا نصحح اختيارات عشان نبدا نجيب منتخبات. شايف الاداره هي الاساس. يمكن انا كان قبل ما اجي كان معايا كابتن مصطفى يونس في ندوه في جريده الدستور وبهاجم فيها الاهلي كتير، بس قال كلمه مهمه قوي يعني كلمه جميله قوي. قال مفيش حل لانقاذ الكره المصريه دلوقتي غير حسن حمدي، الرجل الوحيد الذي يفهم في الاداره الرياضيه. بس خليه بس مثلا انا مش عايز اقول حسن حمدي يعني، بس خليك معاك بصراحه. طبعا كابتن حسن حمدي كلمه قامه كبيره جدا، بس صحيح. في يوم من الايام برضو كابتن مصطفى يونس كان بيهاجم وياما قعد يهاجم. هو انا بقول هو لفت نظري وبعد كده يرجع يقول اصل ده حبيبي وده صاحبي وكلام ده. اصل لفت نظري يعني. ده حقيقه هو لفت نظري، يقول لك انا بحب الاهلي ومش بحب الاهلي ويقعد يهاجم ويقطع في الاهلي، حاجه غريبه جدا يعني وحاجات غير منطقيه بيقولها. كل الاحوال مع احترامنا وتقديرنا طبعا لكل صحيح النجوم. طيب فيما يتعلق بالمنتخب هنرجع للمنتخب تاني، احنا خرجنا عن المنتخب شويه. بالظبط، ما توديناش حاجه ثانيه. الله يبارك لك يا سعيد. خلينا نتكلم على طرق العلاج ازاي بالنسبه للاداء بالتحديد. طيب انا زي ما قلت لك ان احنا مطالبين ان احنا اولا نقرر ان احنا نلعب كوره، نمتلك الكوره، ما نسيبش الاستحواذ للخصم، وده بيتم من خلال طريقتين. اما ان انت تستبدل الطريقه وتتخلي عن فكره الثلاث مدافعين وتغير الطريقه 4-2-3-1، او تغير الاسلوب اسلوب الضغط وتطلع لقدام شويه، تقابل ضغط متوسط او فوق متوسط. بلاش امامي يا عم عشان انت خايف، فالعب فوق متوسط شويه ووصل الكوره للتلت الاخير وخلي اللعيبه تلعب في المساحات اللي هي مطلوب تكون متواجده فيها. يعني ما تجبرش زي ما قلت من البدايه رمضان صبحي وصلاح محسن انهم ينزلوا تحت قوي. فهو الحل باختصار شديد ان احنا نبادل، على الاقل نبادل الاستحواذ، مش طول الوقت مستسلمين ومتراجعين للورا. طيب ده شيء مهم. طيب متوقع ايه في مباراه غانا باذن الله؟ انا شايف مباراه غانا لو احنا استمرينا على نفس بعض المتخوف من نفس السيناريو يا سعيد. خليني اتكلم معاك بصراحه، ان انت المنتخب الوطني الاول في بطوله الامم الافريقيه كنا ماشيينها واحده واحده، الاداء وحش بس بنكسب، الاداء وحش بس بنكسب، لغايه لما خرجنا من اول دور اقصائي على طول.
عايزين نتفادى السيناريو ده، هل ممكن نبتدي بدايه مختلفه في مباراه غانا عشان نتفادى تكرار السيناريو؟ غانا انا زي ما قلت هيبقى فريق اصعب جدا من مالي، لان غانا عنده فريق كوره، مهارات لاعبي غانا والكاميرون ايضا اعلى من مهارات لاعبي مالي بفريق كبير جدا. عندهم نفس الخبرات ايضا، يعني اوسو لاعب منتخب اول ولسه لاعب بطوله افريقيا هنا من 3 شهور، كان من اخطر العناصر في المنتخب الغاني الاول، لعيب مهم جدا هيرهقنا جدا. اتمنى كابتن شوقي غريب ياخد باله منه قوي، واتمنى ان هو يدافع عليه بشكل ما يكونش بشكل فردي، لان انا قلقان جدا على احمد فتوح في مواجهته مع اوسو، هي مواجهه غير متكافئه. لعيب رقم 10 انا اتفرجت عليه امبارح كويس قوي. فهيبقى في عبء، هيبقى في ضغط عليه جدا، فاتمنى ان هو يدافع قدامه بحرص. منتخب غانا لو انت كانت فلسفتك وسياستك الصبر وان انا مش مستعجل، فانت هتلاقي ند عنده صبر اكتر منك، يقدر يدور الكوره كتير قوي تحت مش مستعجلها خالص، هيتعبك في 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 المرحله ديت. فانت اتمنى ان احنا ننزل نباغت غانا، يعني يكون عندنا مبادره، عايز تكسب غانا يعني هاجم. طيب. اطلع من المرحله قدام بشكل سريع جدا. عايز اتكلم عن المنتخب الوطني الاول، مباراه ليبيريا، تقييمك ليها ايه بسرعه؟ طيب سريعا، احنا منتخب مصر الاول في اخر سنتين ثلاثة بيصنع خطورته كلها من خلال 2، صلاح وتريزيجيه. صلاح وتريزيجيه مش موجودين، طيب مين البديل بتاعهم؟ رمضان صبحي وكهرباء مش موجودين، يبقى اذا انا بلعب بلعيبه كلاس سي، بلعب بصف ثالث. ولو يعتبر ان مثلا حسين شحات ده كلاس ايه، برافو عليك، ماشي حسين شحات كلاس ايه، بس هو لاعب لسه بيجهز، ولما يجي يكون لاعب جديد حتى لو هو التوب فورم، لو هو لعيب عالي جدا، ما ينفعش اديه مع 11 لعيب بتجربه. يعني انا ما ينفعش اجيب 11 لعيب جامدين جدا ولسه هيجربوا مع بعض، يعني لازم صلاح يشيل حسين الشحات او تريزيجيه ولاعب اساسي في الخط الامامي يشيل حسين الشحات ورمضان صبحي مثلا، لكن ما اجيش اجربه وسط مجموعه ثانيه. طيب التقييم سريعا، التقييم بالنسبه للاداء المنتخب مع كابتن حسام بدري، هل ده توقيت تقييم ولا لسه لازم نستنى شويه؟ لا لسه نستنى شويه، لان انا زي ما قلت لك احنا ما لعبناش بالقوام الكامل. كويس، محتاجين القوام كامل. طيب فيما يتعلق بالنادي الاهلي الفتره الجايه، بتشوف الاستعداد ازاي لمراحل مهمه جدا افريقيه ومحليه؟ اعتقد ان فتره الاعداد واللي انا تابعته واللي قريته واللي شفته ان النادي الاهلي قدر يستفيد بيها، لان مستر فايلر راجل بيفكر طول الوقت وبيبحث عن افكار جديده وبيبحث عن تطوير، وجرب لعيبه كتير في اماكن تانية جديده، وجرب طرق لعب كمان جديده ما كانش الوقت يسعفه ان هو يجربها. فاعتقد ان هو اكتشف كل صغيره وكبيره في الاهلي وقادر انه يعود بشكل افضل كمان، يعني بس احنا هناخد وقت، لان اللياقه البدنيه يا جماعه ما بتجيش كده طبعا، يعني بتدوس على الزرار بتيجي، فهتاخد وقت. مباراه يعني الله يسامحهم اللي اجلوا البطوله شهر، اللي هم اضروا الانديه واضروا المنتخب اليومي دلوقتي، يعني المنتخب اليومي دلوقتي بيجني. صح. يعني رمضان صبحي قال لي امبارح احنا يا جماعه اللي ياخد عندنا مش لان اللعيبه بقى لها شهر ما بتلعبش. فاعتقد ان الاهلي برده في البدايه هيبقى الموضوع صعب شويه ان هو يعني يرجع للياقته، لكن الفريق هيرجع بشكل فني اقوى مما كان عليه. سعيد، انا كنت سعيد جدا ان انت متواجد معايا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا امير، اشكرك حاجه. كان ضيفنا العزيز الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، اتكلمنا في ملفات كتيره جدا وامور خطيره، اتكلم بجراءه قوي النهارده سعيد في الحقيقه، لكن في كل الاحوال احنا بنتمنى كل توفيق للمنتخب الاولمبي، ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراتهم القادمه، ان شاء الله يحققوا امال وطموحات الجماهير المصريه، ثقه كبيره جدا في الكابتن شوقي غريب، عنده تاريخ كبير جدا مع منتخب الشباب، مع المنتخب الاول لما كان مدرب ومساعد للكابتن حسن شحاته، تاريخ عظيم قوي، واثقين فيه كل الثقه، في اللاعبين كل الثقه، ان شاء الله يحققوا لنا التاهل لاولمبياد طوكيو، لان ده الهدف الاهم في الحقيقه، اهم من البطوله بصراحه يعني. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.